بعد انقطاع طويل بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والصحية، يعود مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل في بيروت برعاية الرئيس نجيب ميقاتي، ليستقطب أكثر من 400 شخصية لبنانية اغترابية مشاركة من أكثر من 30 بلدا. المشاركون هم من أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات مختلفة، منها خدماتية واقتصادية وتجارية وصحية. وفي هذا السياق يسعدنا أن نستضيف معنا عبر زوم أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية المحامي أستاذ بطرس يونس. أهلا وسهلا فيك أستاذ بطرس. بداية طبعا، أهمية انعقاد هذا المؤتمر بهذه الظروف التي يمر بها لبنان. مساء الخير، اسمحي لي مسيكي ومسي المشاهدين، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نسأل الله بأنه يعيدوا على اللبنانيين والمسلمين خاصة بظروف أفضل، وعلى لبنان بالفرج وأنه بيتخطى أزمة. صحيح الأزمة الحالية هي أزمة غير مسبوقة وما كان لها مثيل حتى بدول العالم، بالرغم من هيك لبنان كان دائما، اللبناني المغترب اللبناني كان دائما ركيزه اساسيه ومساعد ايجابي للاقتصاد اللبناني بالازمات اللي مرت. في فئات لبنانيه تخطت بخطابها وتخطت بتدخلاتها الحدود اللبنانيه، وتحديدا يعني نحن بنحكي عن حالنا في الخليج، تحديدا تعرضنا لمخاطر بوجودنا وباستثماراتنا، كانت مخاطر جسيمه. وفعلا لولا وعي وادراك هالدول وعدم مبادله الاساءه باساءه كنا قدام كارثه عظيمه. المشكله كمان اللي ما وقفت هون، انه لاحقا المصارف استدرجت اللبنانيين اللي موجودين بالخارج واغرتهم ليحولوا اموالهم اللي بعدها موجوده بالخارج بحطوها بالمصارف اللبنانيه، وفي كثير ناس قاموا بتحويل هالاموال، واكثر من هيك في ناس حتى اخذوا قروض من البنوك وحولوها وحطوها بالمصارف اللبنانيه، وفجاه لقى اللبناني نفسه ما عاد عنده اي ودائع، خسر ثروته، خسر مستقبله الواعد. وبدل ما انه الدولة تبادر فورا لوضع تنظيمات لإعادة هالودائع له، ووضع تنظيمات لتنظيم حركة هالأموال، ظلت غايبة عن السماء. استاذ بطرس، يعني اليوم حضرتك تنتظر مبادرة من قبل الدولة قبل ما حضرتكم، يعني هذا المؤتمر يمكن اليوم يكون هو صرخة لكم كمغتربين لبنانيين. ما في شك، بس حتى اليوم بعد المبادرة ما تأخرت، ويعني حتى لو تأخرت جدا بعدها ضرورية ولازم. يعني اليوم المغترب بده يجي يسمع ويقول لهم للقوى السياسية انه انتم عليكم دور مهم وأساسي، والموضوع كله بيتوقف عليكم لحتى المغترب اللبناني يساعد ويكون يقوم بدور فعال للنهوض بلبنان. الدور كان وبعده مستمر وما توقف، وأكثر من هيك اليوم اللبنانيين بعدهم عم يجوا وعم بيمضوا اجازاتهم بلبنان، وعم بيحسوا ويحفزوا اصدقائهم واصحابهم بانهم يجوا يمضوا اجازاتهم كمان بلبنان ويعملوا انفاق. والانفاق اللي عم يعملوا المغترب هو انفاق كثير فاعل، مطلوب انتخاب رئيس جمهوريه، المطلوب تشكيل حكومه، المطلوب القطاع المصرفي بانه يقوم يبلش على القليله بمبادره ولو خجوله